باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. هقرأ وياكم نفس مزمور الاجتماع الماضي في المزمور 91 أو 90 في الأجبية اللي هو مزمور الساكن في عون العلي. الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد من الوباء الخطر، بحوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي ترس ومجن حقه. لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم من يطير في النهار، ولا من وباء يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إنما بعينيك تنظر وترى مجازاة الأشرار. لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك. على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس، لأنه تعلق به أنجيه، أرفعه رفعه لأنه عرف اسمي. يدعوني فاستجب له، فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده، ومن طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. قبل ما نبتدي طبعا بنفرح إحنا كلنا المصريين بتذكار انتصارات أكتوبر سنة 73، والكبار مننا يفتكروا إنها كانت أيام مجيدة ليس لمصر فقط ولكن لكل العرب. بنحيي كل المصريين، كل الشعب المصري، وفي المقدمة طبعا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنحيي القوات المسلحة، وبنحيي كل الجنود، كل القادة، وكل العسكريين، وكل العاملين في القوات المسلحة اللي هي جيش مصر وفخر مصر. والحقيقة امبارح السيد الرئيس قدم تقدير إنساني ووطني راقي جدا عندما وقف وقدم التحية، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، قدمها لعدد من أبطال حرب أكتوبر اللي حكوا حكاياتهم وحكوا أعمالهم وحكوا بطولاتهم. والحقيقة كانت لفتة مثيرة جدا أن القائد الأعلى يقدم هذه التحية من باب الواجب ومن باب الإنسانية ومن باب الوطنية، من باب التقدير ومن باب الوفاء. فإحنا بنحيي السيد الرئيس، وبنحيي قواتنا المسلحة، وبنحيي كل الأبطال اللي ساهموا في نصر أكتوبر اللي كان المفتاح الرئيسي في استعادة كل الأرض اللي اغتصبت في سنة 67. كلمتكم في الأسبوع الماضي عن أحد الكلمات المهمة في حياة الأسرة المسيحية، والحقيقة لأنه الموضوع مهم فهعمله تكملة زي ما وعدتكم المرة اللي فاتت، وهو كلمة الاحتواء. وهي كلمة مش مجرد كلمة، دي طبيعة حياة أو أسلوب حياة. يعني في واحد إنسان سواء هو أو هي في البيت بيعرف يحتوي المواقف، وفي واحد بيقف بقى عند الهيفة ويقف، وعند البسيطة ويقف، وعند الصغيرة ويقف، ويعني ويقدر يخلي الدنيا ما هيش ماشية في سلام. وكلمتك المرة اللي فاتت على أن احتواء الله للإنسان، الله نفسه يحتوينا. فقلت لك بيحتوينا من خلال الستر زي ما اتكلم وهي السامرية، وبيحتوينا من خلال الاحتمال، احتمال الله لنا زي بطرس الرسول وإنكاره لشخص المسيح،
وبطول الأناه بيحتوينا، طول باله خالص على الإنسان، حتى الإنسان الخاطي، حتى الإنسان اللي واقف ضد الله بيحتويه ويطول باله يرجع في يوم. كمان كلمتك على الاحتواء من خلال الرحمة، عمل الرحمة زي المرأة الخاطئة واللي كانوا عايزين يرجموها. وكلمتك كمان عن صورة خامسة من صور احتواء الله للإنسان، صورة الطمأنينة، إنه إزاي يقدر يطمن الإنسان اللي قدامه، إزاي يبعث له رسالة طمأنينة. ده ممكن كلمة تطمن إنسان وممكن كلمة تزعج إنسان. قبل ما أشرح لك مظاهر أو صور من احتواء الإنسان للإنسان، عشان نقدر أحسن واحد يقول لي اللي أنت بتقوله ده ربنا للبشر، إحنا عايشين هنا على الأرض، إحنا بني آدمين. طيب ما إحنا عايزين من إنسان لإنسان. هدي لك مشاهد كتير من الكتاب المقدس، لكن قبل ما أبتدي عايز أمسك الكلمة نفسها، كلمة احتواء، عشان تشوفوا جمال الكلمة دي. هذه كلمة مكونة من عدة حروف، ولكن كل حرف له معنى. وطبعاً أنا بتكلم على اللغة العربية عشان الإخوة الضيوف اللي عندنا دول بيترجموا، مش هتترجم الحاجات دي لأن حروف العربي. احتواء، أول حرف حرف الألف، اللي هو الإحساس بالآخر. يعني إزاي الإنسان فينا يقدر يعيش في طبيعة الاحتواء، إن يكون عندك حساسية للآخر. أنتوا عارفين لما يجي طفل صغير متعور تعوي جرح صغير كده، فالواد يقعد يعيط، وطبعا فاكرها أنها حاجة كبيرة خالص، فمثلا أبوه وأمه يتريقوا عليه. كويس؟ يتريق عليه، هو مجروح جرح حتى لو كان صغير، لكن بالنسبة له حاجة جديدة. فإذا ما كنتش أنت يا بابا ولا يا ماما تحتوي الطفل، طب يروح فين بعد كده؟ فلازم أنت يبقى عندك إحساس بمشاعره. صح أنت كبرت وعرفت أن الجرح ده بسيط ويعدي وملوش معنى، لكن الواد الصغير ما عندوش كده إحساس بالآخر. قيس ده بقى على الكبار، هو أو هي، هل أنت بتحس بيها، تشعر بمشاعرها، ولا هي دورها في الحياة تعمل كذا وكذا 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 وانت مش هنا، أو أنت مش بتحس بيه، بدوره، بتعبه، بمزاجه، بأسلوب حياته، باللي بيواجهه في شغله. أول حرف الاحتواء حرف الألف، ويعني إزاي الإنسان فينا يقدر يحس بالآخر، الإحساس بالآخر. والإحساس ده لازم يدخل فيه احترام شعور الآخر. يعني مثلا البنت الصغيرة محطوط قدامها طبق شوربة سخن، فبتمد تشرب الشوربة اتلسعت، كويس، فيعني عبرت عن غضبها، فتروح أمها إلى إيه، بلاش دلع، بلاش دلع، إيه فهو الشوربة سخنة، يعني تعمل إيه يعني، إيه الدلع اللي في الموضوع، واخدين بالكم؟ فلازم الأم تشعر، أو أنا بديكم طبعا مثال صغير قوي، إزاي الأم تشعر بمشاعر ابنها أو بنتها أو جوزها أو إلى الآخر. ده حرف الألف. حرف الحاء له معاني كتيرة، يا حب، حب الآخر، يا الحوار مع الآخر. يعني الاحتواء ما فيهوش واحد ما يتكلمش، ده الاحتواء من ضمنه إن يبان على وشك إنك بتحبني، ويبان عليك إنك بتتكلم وياي، بتاخد وتدي في الأزمة اللي أنا فيها. والاحتواء دايماً في أزمة، بناخد وندي ويا بعض، بتقولي كلمة، بتطيب خطري بكلمة، بتشرح لي حاجة، بتقولي طب نعمل كده، نحاول نحل الأزمة دهيت أو المشكلة دي. يعني في حب وحوار، ما حين واحد يقف يكلم واحد التاني ما يردش عليه ويقول لك ايه، اصل علمونا كثيرا ما تكلمت وندمت
ولكن عن صمتي لم أندم قط. ويقف زي اللي انتوا عارفين الباقي. واخدين بالكم؟ لا، ده الحوار يعني ديالوج، يعني اتنين، ضيا يعني اتنين، يعني بياخد ويدي وياه. فالحا هنا معناها ان الاخر سواء هو او هي او ولادهم او بناتهم في حب وفي حوار، حتى لو كان كلمة واحدة، كلمة واحدة بسيطة. هو جاب نمرة مش حلوة في الامتحان، فطرف من الكبار قالوا له ما انتش نافع، والطرف تاني قال له لا ده انت المرة الجاية هتجيب نمرة حلوة. في نفس الموقف اللي قال له هتجيب نمرة حلوة شجعه وعطاله أمل، وما وقفش عند الدرجة الضعيفة بتاعت المرة دي، ما هيش آخر الدنيا يعني، ده امتحان من ضمن آلاف الامتحانات بنمتحنها. إزاي الإنسان يحتوي اللي هي الاحتواء؟ فالحا هنا معناها إظهار الحب وإعمال الحوار في الكلام. حرف التي، حرف التي هنا معناه التلاقي أو التواصل أو التواجد. يعني لما يحصل لواحد أزمة مش هسيبه وأقول له اتصرف أنت بقى، أنا ماليش دعوة بيك، أنا قلت لك 100 مرة. واخدين بالكم؟ احنا نقع في الغلطة الصغيرة دي. أنا نبهتك 100 مرة، تصرف أنت بقى. تصرف إزاي؟ ده أنت إذا كان زوج أو زوجة أو بابا أو ماما، ما أنت لازم تساعدني. أمال يعني هو أنت زوج كده ببلاش، ولا أنت زوجة كده ببلاش؟ هو وقع في مشكلة، لازم تقفي جنبه، تتواجدي جنبه، تتواجد جنبه، ومع الكبار ومع الصغيرين. فحرف الت هنا معناه التواجد في الأزمة. عارفين لما بيحصل حالة وفاة يوم يبعثوا تلغرافات كلمات تعزية كده، يقول لك إيه؟ نشاطركم الأحزان. واخدني بالكم من الكلمة دي؟ نشاطركم يعني إيه؟ نتقاسم معكم الأحزان. يعني الحزن ده لو قسمته على 2 كل واحد هينوبه نصيب كبير، طب لو قسمته على 100 كل واحد هينوبه جزء صغير. فهنا نشاطركم الأحزان، يعني بنروح ونجامل في الحزن مثلا علشان نخفف حدة الحزن، حدة الأزمة، نحتوي، نتواجد. اوعى تهرب، اوعى تهرب من الحكاية، من الأزمة، لا. وده خلى القديس بولس الرسول يقول لنا في معرض رسائله، يقول لنا كلمة كونوا رجالا، كان بيكلم أهل كورنثوس. أهل كورنثوس دول رجالة وستات وكبار وصغيرين، كونوا رجالا. فهنا حرف الت التواجد والتواصل في حالة الأزمة. ما تقفش تفرج، ما تقفش تريق، ما تقفش صامت. ده الإنجيل يقول لنا من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية. يعني كنت تقدر تشيل الحاجة دي أو تعمل الحاجة ده هي وما عملتش، وقفت تفرج، دي خطية، مع أنك ما عملتش حاجة لكن دي خطية. حرف اللي بعد كده حرف الواو. الواو هنا معناها شكل من أشكال الوداعة. يعني أنت في حالة المشكلات ما تغضبش وتزعق. طب والغضب هيعمل إيه؟ ما هو النار لا تطفئ النار، الغضب كالنار، النار لا تطفئ النار. ما إيه اللي يطفئ النار؟ المية. فخليك هادي، خليك وديع. لما حكيت لكم المرة اللي فاتت على مشهد المرأة الخاطئة، الناس اللي حواليها كانوا واقفين كلهم بقى منفعلين وغضبانين، صوتهم عالي وشايلين الحجارة ومستعدين لرجم الست دي. المسيح في منتهى الوداعة، منتهى الهدوء، ينحني على الأرض ويعمل يعني نفسه بيفكر قبل ما يدي لهم الأمر، ويبتدي يكتب بعض كلمات، وبعدين يحط لهم حقيقة، من منكم بلا خطية يرجمها أولا، ويبتدي كل واحد يسمع الصوت ويبص على الكلام اللي اتكتب على التراب، ويبتدي يقول طب أنا خطيتي هي، أخد بعضي وامشي، حط الحجرة وأخد بعضي ويمشي، واحد ورا التاني ورا التالت ورا الرابع
لغاية ما صار المشهد مفهوش غير هذه المرأة. الوداعة، كن هادئ، كن في حالة متضعة، حتى في حالة المشكلات الكبيرة ممكن تحصل إزاي تواجهها بثبات. الغضب، الصوت العالي، الانفعال الشديد، التجريح في الآخر، كل الأفعال دي لا تصنع شيء بل تزود الأزمة، تزودها حدة وألم. آخر حرف كلمة احتواء اللي هو حرف الهمزة أو حرف الألف، يعني اللي هو استمرار الحالة دي، إنك أنت شخص عندك طبيعة الاحتواء. أنا حكيت لكم مرة قصة مهمة وأنا دايماً أحكيها القصة دي لأن أنا شخصياً متأثر بيها. البنت كانت شاطرة في ثانوية عامة ووصلت الامتحان، وإخواتها كلهم شطار، وإخواتها كلهم التحقوا في كلية الطب ودي الأخيرة، وكانت يعني حديث المدينة، فلانة هتخش طبعاً طب زي إخواتها. وبعدين ظهرت النتيجة لقوها سقط، سقط مش طلع بمادة ولا اتنين، سقط. فالحقيقة يعني كان موضوع صعب جدا، ازاي فلان بقى؟ الناس نست نتائج الآخرين اللي نجحوا وجابوا نتائج كبيرة وكل حاجة، وبقى الكلام كله في البلد على صاحبتنا دي. كويس. فأنا تاني يوم اتصلت بأسرتها، أسرتها كانت قريبة خالص وبيخدموا ويان، فردت عليا مامتها، صباح الخير يا مدام، ازيكم، عاملين ايه؟ بتكلم كده بهدوء لان مش عارف الموقف ده يتقال فيه ايه. عملته ايه امبارح اللي هو يوم النتيجه؟ ردت عليا وقالت لي خدت فلانه ونزلنا نتفسح في اسكندريه. اول ما قالت كده انا اتخضيت، هو يمكن النتيجه عندي غلط مع ان كل الناس قالوا ان صاحبتنا دي وقعت. فقلت لها نزلتوا اسكندريه تفسحوا؟ قالت لي اه. ما هو يا سيدنا أنا يهمني بنت، نفسية بنتي أهم من نتيجة. واخدين بالكم من التعبير؟ أنا يهمني نفسية بنتي أهم من النتيجة. ترى برافو عليك يا ماما، أنت استحق التسقيف، برافو عليك. البنت دي دلوقتي كبرت وتخرجت من كلية تانية وتجوزت وخلفت ولاد حلوين وعايشة برا دلوقتي، كل الأمور زي الفل. تصوروا لو كانت الأم عملت فعل آخر كان يحصل إيه؟ تخيلوا بقى لو كانت مثلا لطشتها ألمين، أو مثلا عقدتها، أو لم تأسف في الكلمة عيرتها، أو 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 الحاجات الوحشة كتير، كان إيه اللي يحصل؟ نفسية البنت تتشوه وتتعب وما تتمحاش من مخها أبدا اللي الأم عملته فيها أو الأب عملوا فيها لما ظهرت النتيجة. الاحتواء هنا أسلوب حياة، نستمر في طبيعتك تبقى إنسان بتحتوي الموقف، بتحتوي الموقف. وزي ما قلت لكم في مرات سابقة إن أول حاجة عملها الأب في مثل الابن الضال إنه احتوى ابنه، حضنه، احتواء قبل ما يتكلم على أي حاجة، زي ما هتكلم وياكم بعد شوي. إذن احتواء، الألف إحساس بالآخر، الحاء حب وحوار، الت تلاقي وتواجد في الأزمة، الواو وداعة واتضاع، والألف هنا استمرار وأمان. تعال بقى نشوف صور من احتواء الإنسان للإنسان. أول صورة ممكن نتذكرها صورة القانة. القانة راجل عادي اتجوز واحدة اسمها حنة، وربنا ما سمحش بأطفال، وبعدين حنة دي زي أي زوجة نفسها ربنا يديها أولاد. حنة كانت بتصرخ وتعيط تبكي وهو جوزها هيعمل ايه يعني؟ طبعا زمان لا كان في طب ولا في ادويه ولا في عمليات ولا الكلام ده، هو جوزها.
وباللغة النهاردة ما نعرفش مين السبب. ما هو لما الإنجاب بيتأخر هي السؤال المشهور، هو مين السبب، هو ولا هي؟ وحين الطب يقف عاجز يقول هو كويس وهي كويسة، بس في حاجة ما نعرفش، في يد الله. المهم إن ألقانا زوج أراد أن يحتوي ضعف زوجته. بالتأكيد اتكلم وياها كتير وطبطب عليها كتير وخفف من ألمها الداخلي. أصل في ألم يا إخوة ما يشعرش بها غير صاحبها. يعني سامحوني، لما حضرتك اللي قريب منك يجيله مغص بيصوت وانت بتشعر بالصويت ده أو بالصوت العالي، الألم واضح. لما اللي جنبك يجيله كحة انت بتشعر بالكحة. الألم النفسي للأسف مالوش صوت للأسف، لكن بيبقى جوه الإنسان، بيريح وجاب يمارس حاجة، لكن بيبقى جواه ألم نفسي شديد. صاحبتنا كده حنة اللي هي أم صموئيل اللي ربنا باركها بعد كده بصموئيل وإخواته، يروح ألقانا يقول لها إيه؟ يطبطب عليها ويقول لها، شوف بقى المنطق الجميل، يقول لها: أما أنا خير لك من 10 بنين؟ برافو عليك يا ألقانا، ما عرفت، مش عارف انت جبت الكلمة دي ازاي، برافو عليه. راح يقول لها: أما أنا، ده جوزها، خير لك من 10 بنين؟ يعني أنا في الموقف ده مش جوزك، لا ده أنا ولادك، ومش واحد، ده أنا ب10. حتى الحبارة فيها نوع من المرح أو نوع من التلطيف، يعتبريني 10 عيال في بعض. أنا تهيلي ساعتها حنة ضحكت وابتسمت برغم أنها كانت باكية. احتواها وصلى وياها، وكانت النتيجة أن ربنا عطلهم وبدل صموئيل 1 و2 و3 و4. أرجوك تاخد بالك، عبارة واحدة احتوت ضعف الزوجة. وانت أيها الزوج ده، انت ممكن تقول 3 4 كلمات تحتوي ضعف زوجتك في موقف ما، أو ضعف ابنك أو بنتك، ممكن خالص. ده أحيان لما ولادنا يكبروا شباب أو شابات، وبعدين هو يخطب أو هي تخطب، بعدين الخطوبة يحصل فيها موقف ما، فييجوا الكبار يعايروه ولا عايروها، مش وقته، مش وقته، ده وقت احتواء. أدي موقف من احتواء الإنسان للإنسان. تقولي طب ده زوج احتوى زوجته، كويس. تعال أقول لك بقى على واحد احتوى ابن أخوه، إبراهيم أبو الآباء. إبراهيم أبو الآباء كان عنده ناس بتشتغل في الأرض، ولوط ابن أخيه عنده ناس بيشتغل في الأرض، دول اتخانقوا ويا دول، اتخانقوا وابتدى في منازعة على الأرض. والمنازعة بين الناس اللي بيشتغلوا في الأرض هنا وهنا هتسبب منازعة ما بين الكبار، وطبعا زمان كان الكبير كلمته هي اللي تمشي، وبما إن عنده ناس بتشتغل فهم بيمثلوا الكبير، فالكبير اللي لازم ينتصره. وبقت أزمة أزمة. ولوط ده ابن أخوه زي ابنه يعني، كويس. زي ابنه، طب يعمل ايه؟ شو بقى ابراهيم الكبير كبارة ولوط اللي واقف قدامه، قال له: تعالى يا لوط، ليه نتخانق؟ وليه اللي عندك يتخانقوا واللي عندي يتخانقوا؟ ليه؟ بص، خد انت حق الاختيار اولا، ان مشيت شرق انا همشي غرب، وإن مشيت شمال أنا همشي جامي، وهدي لك برغم أنا كبير. خدوا بالكم يا إخوة إزاي بتتحل المنازعات.
تصور بقى لو كان إبراهيم قال له إيه أبو الآباء، قال له كلمتي هي اللي تمشي، ده أنا الكبير بتاع القعدة دي، مش كده برضو؟ وله حق، صح له حق 100%. لكن إبراهيم العائل، إبراهيم الذي تعلم الاحتواء وتعلم إزاي يفك أزمة، تعالى يا لوط إن اخترت كده أنا هختار كده وإنت اللي تختار الأول، ياه أو اتحلت. طب طلعت إيه بقى النتيجة؟ إن لوط مشى في الأرض التي صارت سدوم وعمورة، وإبراهيم الأرض التي تفيض لبن وعسل. يا سلام يا رب، ما هو كده ربنا بيظبط الدنيا بحل، مش بنسميه ضابط الكل، بيظبط الدنيا بحل. فبقت الأرض بتاعت لوط سدوم وعمورة والشر والفساد، وبقت مثال عبر الأجيال للبلاد اللي بتقع في الفساد والنجاسة. يقول لك البلد دي وحشة، دي زي سدوم. وإبراهيم أبو الآباء مشى وخد الجزء الذي لم يختاره ابن أخيه، فصارت الأرض التي تفيض لبن وعسل، فيها خير كتير. طبعا لبن يعني فيه ماشية، مش كده برضو؟ والماشية بتاكل خضرة، فالخضرة موجودة في الأرض، والخضرة فيها زهور، فبيجي فيها النحل، والنحل بيجي لنا عسل، بقت خير وخير وخير. احتواء واحد كبير لواحد صغير. الصورة الثالثة، صورة استفانوس، الشماس الأول والشهيد الأول في المسيحية، استفانوس. استفانوس كان إنسان لطيف كده، واختاروه الرسل ضمن 7، وكان هو الأول فيهم. استفانوس كان بيجاهر بمسيحيته، مسكوه اليهود عشان يركموه، هو شاب صغير، ويقول عليه الكتاب كان وجهه كالنور، وجه ملاك منور. ركع في الوسط، وتخيلوا وياي المشهد، هو ركع في الوسط واليهود حواليه، رؤساء الكهنة، ومتهمينه بتهمة التجديف، وهو عمال يشرح بهدوء وبثبات، وبيشرح من هو المسيح المخلص والفادي. يقول لك ايه في اخر الشرح بتاعه؟ اضاء وجهه كملاك وهو بيصلي، بس بيقول حاجة غريبة قوي. صور المشهد ده، بيقول ايه؟ يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. انت في ايه ولا في ايه؟ انت في ايه ولا في ايه؟ ده هيرجموك، بتصلي لهم؟ ايه ده؟ ده لو واحد مكانك تاني يقعد يشتم فيهم، وانتوا اللي عملتوا وخليتوا وسويتوا. لا، يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. أظن واحد فيكم دلوقتي يقول لي هو استفاد ايه؟ ما هو ترجم ومات. اقول لك لا، مش هو اللي استفاد، ده المسيحية استفادت. ازاي بقى؟ اللي كان قاعد يحرس الثياب شاول، وشاول شاف المشهد، ما هو مشهد عجيب برضو، ان دول بيرجموا والفاظهم وحشة وغضب الله على وجوههم، وصاحبنا في منتهى الهدوء، دول يهود وصاحبنا ده مسيحي وهدوء وجميل وتعبيراته حلوة، وقال بيصلي من أجله. يقول لنا كتاب إيه في سفر الأعمال؟ وكان شاول راضيا بقتله. خد بالكم من تعبير الكتاب، كان شاول راضيا بقتله. ما هو شاول ده أصله بتاع علم، اللي هو بولس الرسول، بتاع علم بقى وبتاع كتب، لكن التانين دول بقى بتوع حجارة. طب تقول لي وشاول ده بعد كده ايه؟ ده صار بولس الرسول، ده اعظم كارث في تاريخ المسيحية. وعشان كده القديس أغسطينوس قال عبارة حلوة قوي، قال لولا صلاة استفانوس ما ربحت الكنيسة بولس الرسول. واخدين بالكم من الرابطة؟ اوعى تيجي لك فكر كده وتقول ايه هو يعني استفاد ايه؟ ما هو مات، رجموه، استفادش حاجة. لا، ده هو بوداعته احتوى الموقف
وانتصر فيه رغم استشهاده. وجاب لنا مين؟ جاب لنا بولس الرسول. برافو عليك، برافو عليك يا استفانوس. الاحتواء. مشهد رابع، مشهد أنا قلت لك الأول مشهد على زوج لزوجته، لا تعالى بقى بالعكس، من زوجة لزوج. هي كانت متجوزاه، هو كان اسمه نبال، ولا مؤاخذة يعني كلمة نبال معناها أحمق، معناها كده خلاص، مش عارف أهله سموه ليه كده الاسم ده، لكن يبدو أن كل واحد بياخد نصيب من اسمه. فعلا ظهر أنه أحمق. ومراته مين؟ مراته بقى العقلة الحكيمة أبيجايل. برافو عليك. داود النبي يبعت لنبال ويقول له دي أيام موسم بقى وفيها خير كتير وفيها حاجة، وأنا وشوية رجالة وياي وهربانين، ما تبعت لنا شوية أكل. فرد عليهم قال لهم إيه، هو مين داود ده؟ أنا ما أعرفش حد اسمه داود. وطردهم الرسل بتاع داود. فداود حضر رجالته رايحين ينتقموا من نبال وعيلته وكل اللي عنده، وجايين. صاحبتنا تعرف، الزوجة العاقلة، صاحبتنا تعرف وتسبق وتروح تقابل داود في وسط الطريق، وتاخد وياه شوية مؤن وشوية هدايا وشوية أكل وشوية طعام، وتاخد وتروح وتقابل وتكلمه بهدوء وتستقبله بهدوء، وتحاول تشيل من مخه صورة الانتقام اللي جاي ينتقم فيه من نبال جوزها. ونبال بعد ما سمع ان داود كان جاي يقتله، نقرأ في الانجيل انه ما كملش 10 أيام ومات. يقول لنا حتى الكتاب تعبير صعب، جمد قلبه في صدره، يعني جات له بلغة النهاردة ولغة الطب أزمة صدرية، أزمة قلبية، من الخوف، من الخوف ومن الحماقة. ما هو تصرف تصرف أحمق. مدام خير عندك ما تقدم للناس دي. لكن أبي جاي لما تصرف التصرف الجميل ده، هي داود يقول لها مبارك هو عقلك. يا التعبير الجميل ده، عقلك ده فيه بركة لأنك تصرفتي بحكمة، احتويتي الموقف، منعتي سفك دماء بكلمة. تخيلوا بقى لو كانت أبيجايل قالت لنبال، قالت صح اللي انت عملته ده طبعا، ايه داود ده؟ نعبر داود ده ليه؟ وخدت الموقف ده، كان زمانها في خبر كان. مش كده برضو؟ احتواء الكلمة. أظن كلكم حافظين الآية دي، الجواب اللين كلنا حافظينها وحفظناها من صغرنا. الجواب اللين يصرف الغضب، لكن بتطبقها؟ لا، ما هو ده اللي أنا بسأل عليه. حاول تطبقها بقى لو سمحت. يعني الجواب اللين يصرف الغضب، جواب اللين الكلمة الحلوة، كلمة جميلة تقولها تريح الناس خالص خالص. كنت مرة بحل مشكلة بين هو وهي، ويبدو أنها ما تعرفش الآية دي. كل ما نتناقش ونوصل هنقرب لبعض، تروح قايلة كلمة ترجعنا 10 خطوات، نتكلم تاني، نتقدم خطوتين، تروح قايلة كلمة أو تعبير أو جايبة حكاية ترجعنا 10 خطوات تانية، نتقدم 2 ونرجع 10. تخيل بقى بعد ساعة ولا ساعتين خلاص انت حري، مع السلامة. خد بالك، الجواب اللين يصرف الغضب، الكلمة الحلوة لها دور، لها تأثير في الإنسان. ربنا ما خلاش البشر يتكلموا كده اعتباطا، ما الحيوانات عندها أصوات لكن لا تتفاهم. خلانا نتكلم ونستخدم هذه النعمة الكبيرة، نعمة الكلام، من أجل بنيان الإنسان. طيب أنا قلت لك دلوقتي 4 صور،
مشهد الأول بتاع القانا وحنة أم صمويل، والمشهد الثاني إبراهيم أبو الآباء ولوط، والثالث استفانوس الشماس والراجمين، أربعة أبي جايل الزوجة العاقلة وداود الراعي وزوجها نبال. الموقف الخامس أو المشهد الخامس، المشهد الخامس بولس الرسول. عايزك تعرف أن شاول الطرسوسي اتعلم في طرسوس، جامعة طرسوس دي على حدود تركيا. في الجامعة دهيت لقى قاعد جنبه في التختة زميل اسمه برنابة، فطلع برنابة وشاول الطرسوسي كانوا زمايل في جامعة واحدة. فلما شاول صار بولس الرسول بقى برنابة قال أنا أعرفه، أنا أعرف فلان ده كان زميلي. فابتدى هو يقدمه لبقية التلاميذ، ما التلاميذ كانوا خايفين منه، خايفين من شاول اللي هو بولس الرسول، ده كان يضطهد كنيسة الله بإفراط، ده كان اسمه بس بيتعب الناس. فصارت صداقة ما بين برنابة وشاول. برنابة خال ماري مرقس، قديس مرقس، كويس؟ مرقس كان صغير سنة، بولس الرسول عايز يطلع في رحلة تبشيرية في كرازة، فقالوا خد مرقس وياك. قالوا لا مرقس ده صغير، ده برنابة اللي بيقوله تاخد مرقس وياك. قالوا لا مش هاخد مرقس، هاخد سيلة، يعني بلغتنا الاثنين يكاد يكون هيمسكوا في بعض، بولس وبرنابة اللي هم أصحاب بيختلفوا على خد مرقس وياك. قالوا لا أنا هاخد سيلة، سيلة يعني سلوانس. لما اختلفوا بعض كانت هتطلع رحلة تبشيرية واحدة، لما حصل الاختلاف بقت رحلتين كراستين، بولس خد سيلة وطلع وبرنابة خد مرقس وطلع. يعني بعد ما كانوا هيخدموا بلدين ثلاثة بقى يخدموا مثلا خمس ست بلاد. وبرنابة الرسول احتوى الأزمة، ما تخصموش، ما زعلوش من بعض، ما عملوش مشكلة، ما اتكلموش على بعض أبدا، وتحلت الحكاية بطريقة بسيطة جدا. وده راح يبشر في مكان وده راح يبشر في مكان، وسيلة التلمذ على إيد بولس الرسول ومرقس التلمذ على إيد برنابة الرسول. وبعد كده بقى عندنا مجموعة من الأباء الرسل والتلاميذ، منهم بولس ومنهم سيلة ومنهم برنابة ومنهم مرقس، وإحنا كسبانين. كان ممكن العكس إيه يحصل، خلاف شديد ويقول له طب أنا مش طالع الخدمة دي، أو يعطله، أو يقول له أنا مش راضي على الخدمة ده، هي مش كده برضو، وتكون نتيجة خسارة في كل الأحوال. احتوي الموقف، احتوي الأمر اللي قدامك. آخر سورة عايز أقولها لك، السورة اللي دايما أكررها اللي هي سورة الابن الضال وهو راجع وأبوه يحتويه في حضنه، ويحتويه هذا الاحتواء. وهنا الأب بيمثل الله للإنسان بالنسبة للإنسان الخاطي كيف يحتويه، ويرجع الابن ده بكل، متأسف في الكلمة، بعبله. ده كان في مزرعة خنازير، هيرجع ايه يعني؟ لا منظر ولا رائحة ولا شكل ولا صحة ولا حاجة بالمرة. لكن أبوه اللي لما رآه من بعيد تحنن، كان بيبكي، ويبدو ان البكاء كتير خلى نظره ضعيف. مجرد قال ان دي مشيت ابني، راح قايم وجريله في الطريق وراح واخده في حضنه قبل ما الواد يتكلم. صاح اتكلم وقال يا أبتا اخطأت في السماء وقدامك ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا، بلج عني كأحد اجرائك. قال له ما تكملش، ما فيش اجعلني كأحد اجرائك، انت ابني، انت ابني اولا واخيرا، هاتوا الحلة، هاتوا الخاتم، هاتوا الحذاء، واذبحوا العجل المسمن. وده كسر للتقاليد اللي كانت موجودة.
وبقى فرح في هذا البيت واحتواء في هذا البيت. والصورة العكسية، الحاجة يعني الجميلة في المثل ده، صورة الابن الكبير اللي المفروض هو العاقل، المفروض ان هو يعني فاهم، المفروض انه مفتقد اخوه. لما سمع صوت يعني الطرب وصوت الفرح وسأل، فقالوا له ده اصل اخوك رجع وذبحوا له العجل المسمن، الغضب وقف بره ورفض انه يدخل، وعكن عليهم الفرح اللي كانوا فيه، ولم يعرف كيف يحتوي الموقف، بل انه اساء لاخيه. يقول لابوه ايه؟ اخوك ده، ابو ابنك ده اللي رجع واكل معيشتك مع الزواني، انت بتفضح اخوك، بتفضح اخوك. كويس انه رجع، كويس انه بقى في حضن البيت. لا، بيفضحه. وابوه يقول له بمنتهى المحبه الفياضه، كان ينبغي ان نفرح ونصر لان كان ضلا فوجد، كان ميتا فعاش، وكان ضلا فوجد. اخوك ده كان ضال ورجع، اتعلم احتوي الموقف. اتعلموا يا احباء ازاي نحتوي مواقف حياتنا. يمكن افكرك بقصه القديسه مونيكا اللي هي ام القديس اغسطينوس، وكيف احتوت ايضا ابنها رغم انه قعدت تصلي من اجله اكثر من 18 سنه. وام غلبانه زي كل امهاتنا، هتعمل ايه يعني؟ ملهاش غير الصلاه. لكن صلواتها ودموعها جابت نتيجه، وجابت ابنها من الخطيه ورجع. ولما تاب، وتاب ايه؟ توبه حقيقيه، ويعمل اول كتاب في العالم اعترافات اغسطينوس، يسجل اعترافاته كتابه ويعملها بالتفصيل. وبعدين اغسطينوس ده يعيش حياه نسكيه، ثم يختاروا شماس فكاهن، ويساعد الاب الاسقف في منطقه هبونه في الجزائر. وبعد كده بعد فترة صغيرة خالص الأب الأسقف يتنيح، فيختاروا هو يكون الأسقف بتاعهم. يا فكرة التاريخ. فكرة، بس أمي جابتني، أمي احتوتني، أمي عرفتني الطريق يكون إزاي، وصارت هي أم الدموع. وربحت مش ابنها بس، ده ربحت كمان زوجها اللي كان بعيد. الاحتواء اسلوب حياة يشمل حاجات كتيرة، يشمل دفء الحب. انا بحب الاخر، انا بتكلم عن نطاق الاسرة. يشمل الرقة، انسان الرقيق. يشمل الحوار، يشمل السؤال، السؤال اللطيف مش سؤال التحقيق. يشمل كمان اللمسة، اللمسة اللطيفة اللي تبين إنسان برقته. يشمل الأحضان، يشمل الشكر، يشمل الفهم، إن الإنسان الذي يمارس الاحتواء بيفهم. يشمل كمان الاحترام، ونوع من الأمان، ونوع من البشاشة، ونوع من المشاعر الجميلة. ومحدش ينسى أبدا أن في يوم من الأيام شخص احتواك في موقف أو في مشكلة. أنا حكيت لكم مرة على واحد جه قال لي التبرع ده علشان طلبة عيانين. فقلت له ليه؟ اشمعنى يا طلبة؟ في عيانين كتير، اشمعنى طلبة عيانين؟ فحكى لي الحكاية. قال لي كنت بدرس ومتغرب في اسكندرية وفي كلية الهندسة، وقعد في المدينة، مدينة الجامعية، وبعدين عيت، جالي تعب جامد خالص، ونقلوني مستشفى وبتاع. مين اللي وقف جنبي؟ الكنيسة بتاعته وقفت جنبه وساعدته، وقف ويا في العملية الكبيرة ده، هي الحاجات اللي ممكن تفاجئ الإنسان.
فوانا في العياء بعد العملية وبعد ما نجحت الحمد لله، وعدت ربنا قلت له يا رب أنا لما اشتغل هخلي كل عشوري عشان طلب عيانين. ففي كل مكان يروح يشتغل فيه، اشتغل لأن شغله بيتنقل، يروح للكنيسة اللي فيه ويدي لأبونا، أبونا دي فلوس علشان طلب عيانين. في يوم الكنيسة احتوته، فهو عايز يعبر ويمتن أنه يعمل كده. الاحتواء فضيلة مهمة جدا في الحياة الأسرية، وفضيلة جدا تحفظ سلامة بيوتنا وتحفظنا من متاعب كتيرة. مش بتكلم بس عشان هو وهي، هو عليه دور الاحتواء وهي أيضا عليها دور الاحتواء، لا كمان عشان هما الاتنين لأولادهم وبناتهم سواء صغيرين أو كبار. ربنا يحافظ عليكم وتكون دي فضيلة ناجحة وعايشة في وسطنا، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.